يعني مش شيء غريب جدا انه في شر كبير قوي عن الاولاد في المدرسه؟ بص شر. طبعا شر. بص حضرتك، الامم المتحده كانت عامله دراسه على 19 دوله، قالت 34% من الاطفال في المدارس بيتم التنمر عليهم يا خبر ابيض، بكل رقم اشكال التنمر، و8% منهم تنمر بدني اللي هو يكعبله يشده من شعره وطالع على السلم يزقه الى اخر الكلام ده. الشر ده ليه؟ لان حضرتك احنا للاسف مفيش سلوك انسانه دلوقتي في التربيه، يعني مفيش علاقه الوجه للوجه، مفيش لغه الحوار، مفيش الانصات او الاصغاء لابني. انا بسيبه للتابلت وبسيبه للكمبيوتر، الالعاب الفيديو جيم دي كلها بتختزل عنده العصبيه فبتخليه يطلعها في اي موقف، وفي احيان كتير جدا بيكون احنا نموذج للتنمر. احنا اللي بنتنمر على اولادنا، بنضرب، بننكل، بنلعب بالفاظ غير مرغوبه، بنميز في المعامله بين الولد والبنت، بنمارس تنمر على البنت وبنعمل ختان اناث، بنعمل زواج مبكر، بنعمل زواج قصري، بنعمل عماله اطفال. احنا بنتنمر على العماله بتاعتنا اللي داخله طالع في البيت. فكل ده الولد بيعمل بما يسمى بالمحاكاه والتقليد، انه خلاص تعلم بالمشاهده، فمعتقد ده النموذج الامثل في التعامل مع الاخرين. طب دلوقتي البنت، يعني احنا سمعنا اخيرا على البنت اللي توفيت بسبب تنمر زملائها عليها في الـ في الـ في المدرسه، يعني هل يعني ان انا اكسر قلب حد، احنا زي ما بنستعمل تعبير كسرت قلبي، نعم، كسرة القلب دي ممكن تؤدي للوفاة؟ ربنا يكفينا شر كسرة القلب. احنا بالدراسات على فكرة كان في دراسة معمولة على 4009 حالة، لقينا منهم 402 حالة في أول سنة جالهم ضعف في كفاءة جهاز المناعي وأصيبوا بأمراض عديدة جدا. ودراسات تانية معمولة قالوا إن الإنسان اللي بيكسر قلبه واللي بيحزن حزن شديد بيتعرض لخطر الوفاة أكتر من أقرانه بنسبة 21 مرة في الساعات الأولى لخبرة الحزن والأسى، وبيتعرض لخبرة الموت بمعدل 6 مرات زيادة عن أقرانه من بعد أسبوع لما كسرتي قلبه وقهرتيه ولمدة سنة، يعني معرض للوفاة بنسبة أكتر. احنا حتى عندنا حاجة اسمها اعتلال تاكوتسوبو. إيه اعتلال تاكوتسوبو ده؟ متلازمة القلب المنكسر. إن الواحد لما بينكسر قلبه بتجيله نفس أعراض الذبحة الصدرية، يا ساتر، ويجيله البطين يوجعه، البطين الأيسر تحديدا، ويجيله تعرق شديد جدا، وريقه ينشف، ويجيله زغللة، ما يحصلوش اتزان، وممكن يقع، ولو ما لحقتهوش ممكن يجيله جلطه. لقينا ان امراض السكته الدماغيه تحديدا من اكثر الامراض اللي بتصيب الانسان اللي بيتعرض للحزن، السكته الدماغيه والقلب، واخفها السكر والضغط. يبقى تخيلي خبره الحزن ان هو ممكن تعمل ايه.